شكراً سيد الرئيس، شكراً سيد المستشار المحترم على هذا السؤال. بدايةً بغيت نشير أن قطاع النقل السكاكي شهد خلال العقدين الأخيرين تطوراً هاماً من خلال إنجاز مجموعة من المشاريع الكبرى والمهيكلة والتي مكنت من توسيع الشبكة السكاكية وتحديثها وعصرانتها. ومن بين أهم هذه المشاريع تشييد الخط السكاكي فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء، وكذا مجموعة من الخطوط السكاكية العادية ورفع سعة المحاور السكاكية الرئيسية عبر تثنيتها أو تثليتها وكهربتها، بالإضافة إلى تشييد جيل جديد من المحطات السكاكية وتحديث التجهيزات المرتبطة بها والرفع من مستوى سلامتها وفعاليتها عفوا. كما عمل المكتب الوطني على تحسين جودة جميع الخدمات المقدمة للزبائن سواء على متن القطارات أو داخل المحطات السكاكية. الإشارة إلى أنه منذ انطلاق استغلال المشاريع الكبرى المنجزة في نهاية نوفمبر 2018 انعكس ذلك إيجابيا على جميع مكون النشاط السكاكي الوطني، سواء منها العرض التجاري أو مستوى الأمن والسلامة أو جودة الخدمات المقدمة للزبناء، ولا سيما من خلال تقليص مدة السفر، خاصة وأن المكتب قام بنقل ما يفوق 45 مليون مسافر و 21 مليون طن من بضائع سنة 2022. فيما يخص الإجراءات المتخذة من أجل ربط جميع الجهات لمواكبة مسلسل التنمية المستدامة ببلادنا، تتوفر المغرب على رؤية استشرافية مهيكلة على مدى المتوسط والبعيد، أطلق عليها اسم مخطط السكك الحديدية 2040. ويتكون هذا المخطط من بنك المشاريع مقسم إلى أربع أقسام، تتكون حقيقة على 38 مشروع يتم الإنجاز ديالها تدريجا بغلاف مالي يقدر بحوالي 400 مليار درهم، والتي يرتقب من مع نهايتها أن تقوم الشبكة بربط 35 مدينة من أصل 43 مدينة رئيسية في المملكة، وتغطية حوالي 85% من الساكنة عوض 50% حاليا، وربط 12% المطار دوليا. هذا يجب التذكير بأن إنجاز مثل هذه المشاريع الكبرى في إطار هذا المخطط تستند على مبدأ الأولوية وكذا الإمكانيات المالية المتاحة. وفي هذا الصدد إن المكتب يواصل إنجاز الدراسات المرتبطة بعدد من المشاريع الكبرى المهيكلة، أهمها تمديد الخط السكاكي الفائق السرعة نحو مراكش وأكادير، تطوير النقل السكاكي الجهوي للشبكة الحالية موازنة مع تمديد الخطط السكاكية فائق السرعة نحو مراكش، وربط مينائي الناظور المتوسطي وأسفي بالشبكة السكاكية الوطنية، وأخيراً اقتناء 100 قطار من جيل جديد في إطار تحديث وتأهيل المعدات ومواكبة ارتفاع الطلب. وشكراً.